تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آيات القرآن أيها الإخوة، إلهي سبحانه وتعالى وحو أمد المؤمنين كبر يا منهج يا سلوك ليرى هذا المنهج التثبت وتبين قفك إنه وحسكته أو قفك وحادثته وقت أن ما أنت كجرنو يزبن كان جوجنا رنتي دباتوين كبدن وما أنت يتو مسلمين تهايستو بل عالم كبهايستو وعدم تثبت وتبين قفك إنه وحادثته وحقيجسته قفك وأنا مدك أنت ما أنت ضد بدن او اما اهل اما قرابه اني كو كلا تغان خبر لو كلا غدبيي او ايسن حقيجنين بل اسك دافا دول يا دولده واوين با وحا لوو دوميي خبر ان لا حقيجنين ومنهج لرب ددك مسلمين تا سيده الهي سبحانه وتعالى ونوو ارشاديي إن لو يقول لك ما الله تطبيقيه وحرم أولا ليال ضدك المسلمين تا إلي أغادان قرآن كا مركان فيرنو قرآن كا أن تتبعنو سيدة بسدح قلو الله هدلا قلو ضدك المؤمنين تا إلهي الرسول كيسي كتاب كا يرميوي قلنا وقال ضوي إلهي الرسول كيسي كتاب كيسي بيني قولنا لبداس أود حيان ومنافقين وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي أيقنا من رومين لكن وحي مجسر يعني رومين وحل إلى هذا قرآن كريم كا انت أولا خطاب ضدك مؤمنين تا لا ما خطاب لبدا قلوك بل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قرآن كه وحي كوسو أرورتي سجاشن يسديد ملود بيكجسو أرورتي قرآن كه هل آيات با كجرتو وإلهي سبحانه وتعالى أكبر لاضي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه لكن أنت كبر لابط قرآن كه يا أيها الذين آمنوا وحل إلى هذا وسجاشن يوحويان سديتن يسجالوه وحمرك هلك أن كيف فهمينا اهتمام كقرآن كأوسية يصير إلهي عز وجل ولا خطاب يو ضدك مؤمنين تاء وحال رامرك أيها الإخوة ندها يدواقع مرك الله مغلو ضدك مسلمين تاء إن ما أردت وحويان قلبي أي أوسو جديان محايا لي سيدا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويري إذا سمعت الله يقول هداد ما قش إلهي سبحانه وتعالى أرنا يا أيها الذين آمنوا دغه الرارعي مقل كاغا يا قلبي يا سو جيدي ما حيهلي اما الهي خبر بو كو امريا وخبا لو امريا اما وخبا لغا ريبيا اما وخبا لغا ريبيا ادوني اقردن ايسن كوغو جيرين ايات القران كا ايها الاخوه او الهي اولي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا الهي وحنا بريا سلوك يا دقن يا نهج لربضتك مسلمين تاء إن يكوت عاملان أدونك أنت الجوعان أما قفك وكبنا يدقن كيسي أخلاق ديسا سورة الحجرات واتقرن إنسان الله سبحانه وتعالى آداب ذنبك جهد لي معامل كدتك مسلمين تاء يقابك لربضتك مسلمين تاء إن أنو لاضان آيات مركب ربنا وحي ردول استاج بإذن الله تبارك وتعالى سورة magacyo badan bay leedahay magacyada waxaa kamid ah suratul akhlaaq suradii akhlaaqda iyo dhaqanka dadka baraysay waxay markaa si toos ah ula hadlaysaa dadka muuminiinta ah ya ayyuhalladhina aamanu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu dad yahay muuminiinta ah haduu idin yimaado mid faasiqa war idin keeno warka iska xaqiijiya adoon wax tanfiid asameynin تطبيق السمعين المرحة دي خبر كوي مادو خبر كا اسكا تحقيجي
iska fiiri qabarkaas ilaahay wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala qabarkaas hadaan iska fiirinin waxa ka ratimahayo hadaan qabarka iyo warka ku soo gaaray aadan xaqiijinin oo inuu sidqi yahay inuu kadhib yahay aadan eegin oo aad markiba tanfiidki wixii ku soo gaaray aad ku dhaqaaqdo dhibaatada iyo ciribta xumada ka iimaaneysu ilaahay subhanahu wa ta'ala aayada ku sheegay an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin in aad adinkoo ku amal falayo wixii aad maqasheen oo aan xaqiijinin aad wax tanfiidisaan go'aamo qaadataan decisiona gaartaan dabadeedna markii wixii ay dhacaan ka bacdi cagsi ay kuu soo baxdo markaana shalayto aan waxba tareynin aad shalaydo aayaddan ayuha alikhwa sababa nazuul bay leedahay imaamu axmed wuxuu soo saarayaa min xadiid ibn cabaas radiallaahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa u yimid wafdi qolo ka mid a qolyihii carabta qabaa'iladii reer beni mustala qolo la yidhaahdo wafdi ka socdo wafdiga waxaa hogaaminayay saxaabigii jaliilka ahaa xaarith ibnu diraar oo markii dambena noqday nebiga sodogii oo jawriya ummatu jawriya dhalay ayaa noqday maaragtay waxaa weeye ahaa ninka hogaaminayay juweeriya nebiga calayhi salaatu wasalaam marka iyada uu imaanaya wafdigana imaanaya ninkan muslim ma aha wuxuuna ahaa nin sayid ah oo qolada reer bani mustalaqa oday u ah nebiga sida caadada ahayd wuxuu u bandhigay islaamkii dacwadii buu ugu yeeray nebiga salallaahu calayhi wasalam aadaabta iyo xigmadaha uu isticmaalaya waxaa ka mid ahaa inuu nebiga bartilmaamaysto ragga ugaasyada iyo ragga cuqaasha ah iyo dadka waxgalka ah maxaa yeelay hadday kuwa soo hanuunaan ta'fiir bay islaamka ku reebayaan shaqo fiicanna way qabanayaan bifadlillaahi tabaaraka wa tacaalaa xaarif markuu islaamay oo nebiga dacwadii iyo khayrkii u sheegay uu aqbalay oo uu soo dhoweeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam cabbaar nebiga uu la joogay nin wuxuu ahaa aqli badan waxaana lagu yaqaanaa dadka markay islaamaan waxay ka walwali jireen dadka ehelkooda ah oo gaalnimadii ku jiro wuxuu nebiga ka codsaday salallaahu calayhi wasalam inuu fasaxo qoladii reer bani mustalaq uu u tago islaamkii iyo diintii uu u sheego nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu fasaxay wuu la dardaarmay sidii caadada ahayd nebiga wuxuu ku yidhi markaa qoomkaaga u tagtid towxiidka ugu yeer kalimatu towxiid ugu yeer hadday aqbalaan oo shahaadadii ay aqaataan salaad inay ku waajibtay u sheeg hadday aqbalaan oo arrinka ay aqaataan waxaa u sheegtaa dadka hantida leh in lagu leeyahay zako oo dadka masaakiinta oo fuqrada ah maalkooda xaq ay ku leeyihiin hadday aqbalaan maalka marka waqtigaa la gaaro zakada ka gur waxaan kuu soo dirayaa ergii xaggayga ka yimid lianna muslimiinta hantidooda iyo marka laga soo qaaday zakawaadka nebigaa loo keeni jiray calayhi salaatu wasalaam nebigana dadka fuqarada muslimiintu u qaybin jiray salallahu calayhi wasalam xaarith waa tegey ibnu duraar qoomkiisuu u tegey islaamkiibuu ugu yeeray way aqbaleen salaadii buu u sheegay way aqbaleen zakadii buu u sheegay way aqbaleen waqtigii markii la gaaray zakadii buu ka soo aruuriyey zakadii markii uu ka soo aruuriyey wuxuu sugayaa waqtigii nebiga uu la ballamay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma hilmaamin waqtigii iyo ballantii uu la galay ninkaa sayidka ah wuxuu u diray saxaabigii jaliilka ahaa ayuu nebiga u diray calayhi salaatu wasalaam oo waliid ahaa ibnu cuqba radiallaahu canhu wuxuu ku yidhi nimankaa u tag zakada xaarith uu aruuriyey ka soo qaad rawaayadaha qaar waxay tilmaamayaan waliid markii uu tegey oo meel dhexa uu marayo waqtigii jaahiliga waxaa la yidhaahdaa waliid qoladuu ka dhashay iyo qoladan reer bani mustalaq baa wax ka dhexeeyey xurguuf baa ka jirtay meel dhexuu ka soo noqdo
روايدها قارو حيث المام ياسي من أبي الدنيا يركل أي صوص عريان ما يو أتجي ومركو تجي أي أركان بيوسو استعجن رجل بعث مياء إن يسود ويان مركاسا وحوم وذي نمن كنك إن يدليان وسواس باكو دعي ماشي بوكسو كالفريي نبي قويم عليه الصلاة والسلام وليد أورفات صن سؤر دي ماتر عن هرا هرا هيو نبي بوكسو أقدع صلى الله عليه وسلم ورواليد محادع سيوى حجران ريباني مصطلق بوير الزكادين وادي دين وأرادوا قتلي إن إدلال وابا دمعنبا وآيا أيضا وحالة مرية وقت نبي عليه الصلاة والسلام ضدك قال هذا يبقر هذا إذا يطور قد أدرى وجرى هذا أسلم تسلم لما ندرجر إنك أرجعي أه أما وحلو درى لما درجر النبي عليه الصلاة والسلام وحيره أرادوا قتلك موحيد دونا إني كدلان ومنع الزكاة زكاة لما ديدين النبي عليه الصلاة والسلام أرنتي أدب أوحو ماضي وحود دياري النبي عليه الصلاة والسلام عيدا أود له مركاسو نبي قولي بوحو أحو شيء رقي صحابة رضوان الله عليهم قيادة إيعيدا كأوقف عنا سيانا ريباني مصطلق وحاو ويار معركتي أنا العدب بلوغة تقنبا وحالي هذا يحو أدي بهقان كإيعيدا كخالد بن وليد رضي الله عنه وتسيردي سقران إيسان خالد واتقي روضا قارو حيت المامي النبي قولي الله دارمي أو كويري دقال هكو بلابنا كوة بريسو بالحالة دقيمة خالد مركو تيه وحابا كوهر يمدبا حارث ابن أبي ضرار او اتاي دي وريران وايين ننكي النقضي او ننكي محول النقضي ما خبر با ننكي ويمد ما إلهي با نوع عروضي الرسول كوا نوع عروضي صلى الله عليه وسلم سيوا حجران حارث اتو السوية ري او دياشي ربنا مصدلق وكوري بالعرنت كتالي محاسمينا وحيدا محويا نسوقنا أنك حين حولها أو نبي آدم صلى الله عليه وسلم ويصوب حين خالد يعيدا كبا كهر يمت خالد وحوضا معي إنو حريريو طبعا أي يحولوه دي أو وضو كاني أو محابسة حارث سيد ابن أحمد يركلم أي صوصاريا وحولي هاي جلست أمام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ النبي هرتيسا مركز النبي مرول بإجازة سنية أصدقوا أرانا النبي عليه الصلاة والسلام أراد قتل الرسول موحدة مع ذلك ديش رسول كي إرقي كي مركز الله هاي والله وحان قد دارتي إلهي حق وقصه سارية إن أنا نذكر الدين أنا دون إلى أن دلوه إرقي كي الرسول كي أصدرته نبي عليه الصلاة والسلام وحاوعد هذا الكي وليد ابن عقبة والنبي عليه الصلاة والسلام أشهده وحليه حارث كما سوى ورين حوغا نبي عليه الصلاة والسلام أيان جلبه جلبه سكو قبتي أصغر النبي مرول بإجازة سنة عليه الصلاة والسلام وحاندر يا مويري مركب مركب دنب عريس آد وين نبي عليه الصلاة والسلام مركب وحي وكسو دقيو حال الدساء عادي وكبح جري صلوات الله وسلامه عليه نبي عليس بفول جري إنها قددون جري صلى الله عليه وسلم حالتك لو نبي قلي جري عليه الصلاة والسلام نبي سيدي مركب سيدي وأها حقاك بعدي أيا وحو أغريوني نبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين آيات داس أيها الإخوة وحي درسي أتهي ضدك مؤمنين تاء وحال رباقفك مركة وحسو قاران أو ورقفك وسو قارو إن هذا ورك إسكت حقيقي سو إسكفيري سو ما أنت وحان وبضا سيدا شاقي هذا يهر ريي وتلمامها هي مصائب تيرباتو ينك السوشيال ميديا أوكاني وحبال السوق قلنا يا وحبال لغوص قريا عامية علماء قف وحاخر استي قف وحاخر سنين قف والبوسيش قرير يا وحن مرك قارك وحارك سكو أتصد دبي نهايو إلهي من كود داري وركان إيش قرير مركز السيدر يا بيمبو فافنا يا
موجة وحن مت كان سيشر قرينا يا إنه كقيب قاضنا يا بنتي يا حمانتي. النبي عليه الصلاة والسلام حديثك أبي هريرة رضي الله عنه وحط المام النبي عليه الصلاة والسلام أو الشيء كفى بالمرء كذبا قفك وحبان أو غفلا أن يحدث بكل ما سمع إنه قفك كشك يو وحك سأو مغلو ساسا ليري ساسا روحان على مقشة مصحبة مرنبا مبينبا لازم قفك مؤمن كا إنه لي ماذا تأني عدم العجولة قفك إنه سندق دقين قفك إنه فيري وحا أجمد إنه بارا قفك وحان إنه صحيهين وحان إنه متقن وحاويان أي قلديهين مرر بضان وحاد أركيسا داد بضان أو إسكوبة بإيي رير بضان أو كدومي خبر عن حقيقة هين أو لبضا درف متكود أو سوغاري كي كلانا مركب أو كدك دقي أو أمارة جوابك بحيي ما أهد لقنك قفك مؤمنك إن ما أركتي وحاويان دقدقة إيا فضيتك إيا ما أركتي وحاويان كيسان لأنت وما أركتي أي كان أنقطة عادة يدقن أنقطة ما أها قرآنك وحو عيبي دقدقة آنان خيرك كجرين قفك مسلمك إنو دقدقة خيرك أو دقدقة وحيابها خيرك أو آقريدي سكو تعلقه إلهي وأمر سبحانه وتعالى لكن قرآنك وحو عيبي دقدقة iyo maarata waxa weeyaan ka fiirsasho la'aanta iyo taani la'aanta waa shay waxa weeyaa sharciiga uu ceebeyay oo rabo dadka muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan caadatan insaanka sidiisaba ilaahay wuxuu ku abuurey degdeg buu ku abuuray laakiin waxa rabaa qofka muuminka inay diintiisa celiso oo uu iska ilaaliyo waxa uu keenaya maarata degdega wa kana al insaanu ajula wa tulaha allah subhanahu wa ta'ala fi surati isra في سورة الأنبياء إلهي وتوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل إنسان كي وحال لغا أبوري دقدق با لغا أبوري وحال ربا قفك إنو تأني لي ماذا وتوله النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي أنس ابن مالك رضي الله عنه أي سنن كسو سارين أوله النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله حسلوني ذا يصبارة وحاوي دقدق لأنت يكاتسي ماذا إلهي حقيبك آتي سبحانه وتعالى ورقم في عنوي رسولك الله سبحانه وتعالى ونعم أمانين والعجلة من الشيطان دق دقا يهوب سين الله أنتنا الشيطان حقيسك إماتي هنقول المركة قف الشقي وقرر الشيطان وآنا حساب تمينين وحب الفيرينين حيابها عجيبك مالي مال ماها كبدا بوحايي مدنين مساجدك أنجوغي wuxuu yiri inuu lix bilood banaanjiif baan ahaa islaanti baa guriga ceyrisay sideed cunug bay u haysaa waa taksiila uu shaqeeyaa reerki uu biila meel alla meel looga yimid buu garan waayay xuri balniyo islaanti la hadal anaga arada aan joogno dadka muslimiinta waxa maxkamada waa masaajida qofka haduu iimaan leeyahay masaajida iyo culimadu soo aadaa dacwo iyo markiba maxkamadaha gaalada ma aado ruuxaan ku irinay oo de 8 bilood in banaanka jiifay wax aan sameeyna ma garanay aqal ma haysay wax u jiraan sheekh wax aan ku sheego ma garanahay yiri islaantii habeen umbaan guriga soo qaraacay waa iga xiratay waxay tirinay oo aragaaga mar raba aragaaga iga qare oo maxaad sameysay ma aqan wax sameeyay wadad kale ma u dirtay qaraabadii ma u dirtay qof kasta u dira waxay leedahay arigu ma rabo inaan wax sheege ninka madaxayga soo qaada islaantii baan la hadlay masaajidka igu timid waan wareystay waxay tiri sheekhu ninka waa qaan intaas oo caruur aan u dhalay haduu guursanayo moodhow waa guursanayaa oo ma sideed bal ninkan guur uu guursay abnaanka uga saartay waxay tiri haa uu qiyaana marka waa masarsanta miya oo arinta guriga aad oo ceyrsan ninka waa ninka waa guursada ha hoga marka waxba ii baxay waxaan isiri marka islaantu hada cudurka waa hesha ninki baa u yaray waxaan hadii adigu wixii waad iga qarisay laakiin islaantu waxay guriga kaaga saartay waad guursatay marka xal baa la rabaa ninki kitaab uu gacanta saaray iyo intaas oo dhaara war wallahi inaan guursanay war waxa islaantu baa u yaray waxaan warka xagga keentaa adiga waxa warka ma la ii sheega
ويا كوشي اسكناف وفاق كل صورة إيشي ما لنا وقع عن جروي نوحر مسحبة وحام الرمبا عن كل شقية عن نك كل قبته هرت مجرى جور كم مجرى وهذا شق والإيشي يا كوشي اسكناف هذه آيات دانا وكذو الأخير أشيء وإننا هذا وحان أو هذا هوبين أرنتان ماركت خلاصة دي وحين نقطة وحن وحبك الجرين تكسيل تكسيل ياش الرجل قارها دارك في دوالية بعيني ودن كاس أي تكسيل كوضانة تك تكسيل وحاجة اللي هذا ماركت يلو بيج ويلو علامة يلو وليها قاري وأك قاري يسنين كان بحافظ ودو إسلام single mother ah ama garoob asa u taqaanan ba nin walaalkeed oo ninkan gaarigu wato mid u ag wato ba maalin walba waxay ku arataa mid ayda saaxiibteeda parkinka gaarigan markaas isha waxay ku tirnaa hadda ninka aaway uu shaqo jiraa la balaay ku dhacday shaqo ma jiree waka gaarigiisa ma sheeyaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tii meeshaan ahayd shaydaanki masirka hor maray xaqi xaqa may fiirinina go aan be magaarta barnag habeenka dambe ninkii guriga ka furaba reerki wuxuu qarka u fuulay inuu burburo bi fadlillaahi tabaaraka wa ta'aala iyo dood dheer iyo baxsi dheer iyo xaqiiqo dheer iyo gaariga ninkii gabadha walaalkeed ah inaan keenno iyo lambarada kale gadisan waxaan ku guuleysanay reerki inaan isu keenno sideed blood bubnaanka jifay arinka waxay ku tusaysaa ayuha ikhwa dadka muslimiinta ah meeqa rag asxaab iyo saaxiiba ah war lo kala naqliyay oo daraf kale uu san xaqiijinin oo ooga tagay sidaas oo maanta dhan uu leeyahay ma iska dhaaf warkaa waa isoo gaaray oo maxaa ku soo gaaray maxaa ku dhima iska dhaaf warkaa waa warkaa waa haya war war hayn kaliya ma maxaan dambi oo galay waxaan raa marka dadka muslimiinta ayuu hal ikhwa inay iska ilaaliyaan qila wa qalada iyo beenta iyo maartay waxa weeyaan khabarka soo gaaray dadka ay iska fiiriyaan aayad kale oo fi suratu nisaa ku jirto بان ربا إنا نايدنا سيدوك لدول استاغ إلهي سبحانه وتعالى وليا هاي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ضد يهم مؤمنين تا هداد سفر قشان هداد جهاد آدان تبينوا عديستا وحبصدا هاي اسكدك دقنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا هدو قف إذن سلامو إذن هذا السلام عليكم هده هنا قال باتا لأن السلام توحي كم تهاي شعائر تأجوه رجاء الله يسكو قرط وضد كل وقر توقف كأنه وقف مسلم ياي هذا وقف عدانا كسر بحام مذوة أو كده السلام عليكم وأنا اعتقاد قف كأنه مسلم ياي هذا أنا قرينا كلا وهين نبي عليه الصلاة والسلام سيد الإمام البخاري يركل بأي صار يان نبي عليه الصلاة والسلام بوح ودري كوح ودري صهنة waxa kamid aha oo hoggaaminay ba la yiri la socday miqdaad saxaabigii oranjiray nimankii markay tageen meel dhax ayagoo marayaan ba waxay la kulmeen nin xoogaa haysto ari yar meel ku haysto indhaha markuu saaray oo arkay inay muslimiin yihiin ninkaana nin wuxuu ahaa ku dhax nool dad ama mujtamaac aan muslim ahayn oo iimaankiisa qarsanayo markuu arkay tu hiloobay waliba uu u orday uu yiri assalamu alaykum wa rahmatullah ragi saxaabada afka isla dhubana waxa la yiri waa bahal qaayn qatar oo reer magaala salaantu ku baxsanayaan faqataluhu wa akhadhu qunaymata wa dilan xogaga xaintana waa ka qaateen qanimahan bay u qaateen waxyigi ba dagay rooda qaar waxay tilmaamayaan ayagoo bagaarin buu nabiga waxyigi ku soo degay aayadan ku soo degtay يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ما أنت محد عيب بل ما أنت وحص على أركا يا هبل هبل بول السعودي واجاجوس قو والد له يا هبل حفيز كانوا قالوا والد له يا من صاحبه أن هيبا تو كتجي صومالي وكسماعي ماليها ريره ده دجان بوتيا قال أنت خدكتي وحالي حقيقة من مريكا مريكا جاجوس بطاو لح بلود بحرنا وماشو كحرنا ورجاجوس مقف مسلمة وحامد مريكا سوخي ما جاجوس بطاو ورهو بصدا وحا اسكفيرية مايا
نمن كي صحابة ده هنن كي واد لين مسلم كها حراجة حنتنا واقع قاتن نبي مركي لوت تينا رواد قال ولي وحد الباب يا المقداد إنه دلي نك أسرع نبي عليه الصلاة والسلام خبر كي مركي أشجعن نبي عليه الصلاة والسلام حكوا يري ورسد ودي شيء قف يري لا إله إلا الله محمد رسول الله ورقفك السلام والسلام عليكم يرسل ودي شيء وحنك وضع مركي أيها الإخوة مركي هتخسوين كافي رسيد بل قولة رهيب من المصطلق نبك كل علها خبر كاكليو نبي الله كان عليه الصلاة والسلام انت لو كان لها هدوس إلهي كبد بادنا سبحانه وتعالى نمن كاس ننك الدلي بدون تثبت او ننك مسلم كاديقي سقلي جري ماذا اي قلاني انت إلا اكتب الكور وحلو باهي مركي أيها الإخوة وقتك آدنو هايو ان دادك المسلمين تأه خبرك iyo wararka soo gaaray ay iska fiiriyaan adoon islaheen been sheeg baad waxaan noqonaysaa qof biilno ah maxay yaray khabarka ku soo gaarayo yahtamil inuu run noqdo inuu been noqdo labadaba waxa marka waxa la rabaa inaa iska fiirisid oo iska hubisid iska fatajid ya ayuha alladheena amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu fi ba'd alqiraat fatathabbatu sukta iska fiiri waxa iska xaqiijiya si aadan masiibo iyo dhib kale ugu dhicin ilaahay waxaan wajiisanayaa subxaanahu wa ta'aala inuu naga dhigo kuwa wax suqto iska fiiriya ma aratay waxa soo gaaro toofiiqdana ilaahay u waafajiyo subxaanahu wa ta'aala wajazakumullahu khayr wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in mar haddii ninkaan isoo garab istaagay waxaan isiri waqtiga madaw u dhamaaday jazakumullahu khayr sheekh abu sheeba waxaan rabaa inaan wax yar taaliqiyo waa sheekh romantic oo jazakumullahu khayr barakallahu fikum salaam alaykum